وينضم إلينا أيضا للحديث حول الاتفاق السعودي الإيراني الباحث في الاتصال السياسي الدكتور عبد الحفيظ النهاري. دكتور عبد الحفيظ، يعني برأيك ما هي التوقعات؟ هل نتوقع بعد يعني إعلان عن بعض ما تضمنته خريطة الطريق المعلنة في البيان الثلاثي من تفاصيل طبعا حول القضايا التوتر بين الرياض وأيضا طهران؟ طبعا هذا الاتفاق يأخذ أبعادا مهمة فيما يتعلق بالأمن في المنطقة، وبالذات الأمن القومي، الأمن القومي للمملكة العربية السعودية والأمن القومي لإيران بمفهومه الثنائي والمشترك، وأمن المنطقة بمفهومه الشامل، أي تراجع الصراع والانقسام الحادث في المنطقة بسبب الصراع الثنائي. الخطوة الأولى هي ستبدأ باستعادة السفارات والهيئات الدبلوماسية، ثم ستليها كما أتصور مباحثات حول التفاصيل حول الملفات والتي فيها إجابة على سؤالك، فستأخذ المسألة بعض الوقت. ولكن الأهم في هذا الموضوع هو الجدية والضامن الصيني، على اعتبار أن الضامن الأمريكي ليس مقبولا لدى إيران من ناحية، وليس مأمونا لدى الخليج من ناحية أخرى لدى السعودية، لأنها اختبرت الأمريكان والولايات المتحدة خذلت المملكة العربية السعودية في أكثر من منعطف فيما يتعلق بصراعها مع إيران. وهناك لاعب في الوسط، لاعب ثلاثي يخلط كل الأوراق، وهو إسرائيل. وبالتالي فالضامن الصيني أكثر موثوقية لدى إيران وأكثر موثوقية لدى المملكة العربية السعودية، وليس متماهيا مع إسرائيل مثل ما هي الولايات المتحدة. وبالتالي فالانتظار من خلال هذا الاتفاق بوساطة صينية، ينتظر أن تكون نتائجه أكثر فاعلية وأكثر إيجابية من أي اتفاق آخر. نعم، هل ترى من خلال الخطوط العامة في بيان بكين أن بعض قضايا الصراع في اليمن تم التفاهم حولها؟ يعني اليمن من أهم الأوراق والمرجعيات في أي اتفاق ثنائي بين السعودية وإيران، لأن ما يهدد أمن المملكة العربية السعودية له علاقة مباشرة بما يحدث في اليمن. التصعيد الذي تلقته السعودية من خلال الأذرع الإيرانية في اليمن الممثلة في الميليشيات الحوثية الانقلابية وتهديد الأمن السعودي المباشر من خلال قصف واستهداف المنشآت النفطية والمنشآت المدنية، هذا يشكل يعني تهديد مباشر للأمن القومي السعودي، وهو أمن اقتصادي وأمني وسياسي وجيوسياسي في المنطقة. وبالتالي فإن الهدف الأول للسعودية من عقد مثل هذا الاتفاق ومن التصالح والتقارب مع إيران هو في المرتبة الأولى ضمان أمنها القومي، وضمان ألا تصل أذرع إيران إلى المنشآت النفطية وإلى تعطيل الاقتصاد النفطي السعودي وتعطيل طرق التجارة النفطية والدولية. دكتور عبد الحفيظ، يعني هل تتوقع مثلا أن يتم الاتفاق بين السعودية وإيران على يعني مسألة الأمن وحدودها الأمنية فقط، وترك بقية الملف اليمني وقضاياه الإنسانية والقضايا الأخرى فقط يعني لتبادل المصالح العامة، ثم يعني يبقى الملف اليمني منسي بين حالة اللا حرب واللا سلم هذه وتطول أمد يعني هذه الفترة الغير واضحة المعالم؟ هو في الواقع بشكل مباشر مثلا قد تشعر الحكومة الشرعية ببعض الخذلان أو ببعض المفاجأة في مثل هذا الاتفاق. ولكن أتصور على المدى البعيد أن من شأن هذا الاتفاق أن يساهم في التهدئة وفي حل المشكلة اليمنية، خاصة وأن العالم يتجه إلى إحلال السلام في اليمن وإلى إنهاء هذه الحرب. ولذلك حتى تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض
كارين جان بيير عندما تحدثت عن الاتفاق ذكرت اليمن مباشرة وقالت أننا نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن باعتبار أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يساهم في إنهاء هذه الحرب. السعودية أصبحت تعلم أن التشابك بين الملف اليمني والملف السعودي والتداخل بين الأمن السعودي والأمن اليمني أصبح من الاستحالة فصله. لذلك لابد أن تكون المسألة اليمنية والحوثيين في مقدمة القضايا التي تطرحها المملكة العربية السعودية، وإلا فلن يتحقق الأمن الاستراتيجي الذي تطمح إليه المملكة العربية السعودية من خلال هذا الاتفاق. نعم، هل من وجهة نظرك سوف تتغير مسارات الإجماع بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حول اليمن؟ يعني هل كل هذه سوف تتغير بعد الدخول المباشر للصين في هذه المسارات؟ بالتأكيد، لأسباب كثيرة. الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو لم يعجبها تدخل الصين، وجود الصين كوسيط، وحتى لو لم يعجبها دخول الصين كلاعب سياسي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، فإنها لا تستطيع أن تقف ضد مثل هذا الاتفاق الذي يمكنه أن يخفض التوتر في المنطقة. لذلك نجد الولايات المتحدة في كثير من التصريحات ومن كثير من الجهات تتحدث أن تخفيض التوتر في المنطقة هو هدف أمريكي، هكذا هم يقولون هكذا. ولكن هناك محللون يرون أن دخول الصين كلاعب سياسي في المنطقة يعني سحب البساط من تحت الولايات المتحدة وتشكيل تحالفات جديدة ولعب دور جديد للصين غير مسبوق، وهذا سينعكس على ثقل الصين ودورها في مجلس الأمن. جوابا على سؤالك، فستصبح الصين زائد روسيا زائد أن أوروبا أيضا أيدت الاتفاق، دعينا نقول زائد فرنسا مثلا على سبيل المثال، سيشكل أغلبية داخل مجلس الأمن لصالح هذا الاتفاق ولصالح خفض التوتر في المنطقة ولصالح إيقاف الحرب في اليمن. نعم، إذن الباحث في الاتصال السياسي الدكتور عبد الحفيظ النهاري، أشكرك جزيل الشكر على حضورك هنا معنا في الأسبوع.